كانت السيدة سيفي أم شهيد شكري سيفي. أول يوم أصدر الحكم في قضية تونس الكبرى، شنو رأيك في الحكم؟ ما فما حتى حكم، لقينا حتى حق. حكم ثمانية في الكرم اللي توفى، ما لقينا حكم. أنا قلت سمع دعوة، ما لقينا حتى. أقوى محكمة عسكرية في تونس، وأقوى محكمة في تونس هي محكمة عسكرية اللي بتلقى فيها حقك. إحنا ما لقينا حتى حق. مش ماهيش محكمة، مهز، لا عاملينها مهز للعبيد. ما نعرفش ماخذين الرشوة، ما نعرفش ماخذين بن علي عطاهم الفلوس وموصل على الحكمة متاعه وموصل على الجيش متاعه اللي قتل، ما حبوش هم يحكموهم. احنا ثمانية في الكرم اللي توفاه حكموا على كتاب قد سمع الدعوة. واحدة فما شكون توا مسجون كان بليل الشايب في الكرم، خدم في العدلية، خدم في الشرطة، في كل شيء، ومعاه البغديري محمد العيد البغديري. سي بليل جاني بعد الثورة طلب مني السماح، فهمتني؟ قال لي مانيش انا قتلت، شكون تو تشوف تو يقول لك شكون اللي قتل. تو سي بليل ما حبش يقول الحق، شدينه في الحبس عجال السلفيين، فهمتني؟ وعجال السلاح ولا الله اعلم به اش عنده من الحكم قبل ما عاد الرئيس، اش عم خبي من عاد الرئيس. خاطر خدم في العدليه، خدم المراكز الكل، ما حب يعطونا حتى حق، فهمت؟ احنا اشكيت انا بيه هنا المحكمه العسكريه، معايا توصل سيبيلي. احنا نحبوا توريت محكمه عسكريه ماخذوش حقنا، حق مش ناخذوه بيدينا. جماعه الكرم راهم حق مش ياخذوه بيديهم، زايد ثم ما ثمش قانون، ما ثمش حق هنا. محكمه عسكريه مهزله، ماهيش محكمه عسكريه، ما فماش حق يحكم بالحق، يحكم بالباطل. كيما عمل تاري والقصرين، احنا ماناش جماعه تاري والقصرين، احنا والله العظيم تاع الكرم الا ما ناخذوا حقنا بيدينا. بدريك عشرين بن علي عشرة لا ما عنديش من الكرم اللي أصلا هو وزيري عايش مولود في الكرم، ولد الكرم يسمى هو اللي كونه خلى مرته حامل بعده، وهو ولدت اسمه سميناه اسمه محمد الطاهر المرغني على سموه سميناه، اللي كونه احنا حاب ناخذوا حق بوه هو صغير مليكة حلق، احنا حق بوه كوني انا اخته ناخذ له حقه بيجي. انا محكمة عسكرية ما عطنيش حق خويا، ما وضحتش لا فاهم، ما عطتنيش. احنا تو ولاد الكرم ما عرفوش كون ربهم، عندنا سيديات، عندنا تصاور، عندنا الأدلة، كل شيء موجود. ما عطاوش الوحدة، ما هو الداخلية تعرف شكون ضرب. يا أخي طبعا الحاكم خرجت، الحاكم يضرب، تعرف شكون ضرب؟ كي ما هو أنتِ حق الواحد، أعطيهم حق مش يبرد، العباد تبرد. كي أنتِ تعرف تحكم بالتعادل وتعطي الحق هذاك المواطن، تعطيه حقه يبرد. أما أنتِ كنت تعطي الحق ديما نرد وقت شاعله، وديما يحب الثار نتاعو ويرجع ثاره، راه مستحيل اللي واحد جماعة كرمته مش يسكت على الثار تاع وليده، مستحيل. سواء مرأة سواء راجل، مساكين على الثار تاع وليده، مرأة مستحيل هذه. أنا كونه أخته ماشي يسكت على الثار خويا. وإن شاء الله ربي يبين لنا حقنا. أنا لطفي أخو الشهير نصر بن محمود، كلمة برك نقول لولاد الكرم، كلمة برك كم شرفاء ولاد حومر ثوار صحاح، كلمة برك حق ولادنا في الكرم رانا ماخذيناهوش، وما تجيبوه كان أنتم رجال الكرم، الرجال الصحاح الثوار الصحاح، وحسب الله ونعم الوكيل اللي كان سبب في القضية هذه، حسبي الله ونعم الوكيل. ونقول للشعب التونسي الكل اللي راقد للتو، فهمتني، يفيق على راهو، اللي خذا الاستقلاليه نتاعو والحريه نتاعو بيدك العباد هذاكم اللي تو في القبورات نتاعو، اللي هما العباد هذيك تو اللي خذوا حقهم، وحسب الله ونعم الوكيل. لطفي المحكمه ما ظهرتش كون قتل الاولاد في الكرم، يا جبنا لهم الادله، شحبوا الادله، سيديات سور تيران يضرب بالكرتوش، جبنا لهم الكرتوش، جبنا لهم الاسامي، جبنا لهم التصاور، شو يحبوا اكثر من هكا؟ ما حكموش عليهم. الجمله محمد العيد البغديري خرج صراح. عم محمد والد الشهيد مجدي من حي التضامن، شنو انتباهك وشنو تعليقك تعقيبك على الحكم اللي يصدر اليوم عم محمد؟ هذا حكم مسيس، ما في حتى شك ولا اختلاف، حكم ظاهر بانه ما معنى انه واحد يقتل قتل عمد وما تحكمش عليه على الاقل ما فيه حكم مدى الحياه. لا حكم شرعي، هذا ما هو لا حكم شرعي ولا حكم قانوني.
القاتل القتل عام على الاقل شي مدى حياه هذا المح. اذا كان مش اعدام لانه احنا في الشرع تم اعدام. اما اذا كان انت تجي تحكم عليه ب 20 سنه شنو معناتها 20 سنه والناس الاخرين اللي ما ظهرت حتى واحد من الكرم وما ظهرت حتى واحد من كذا وما ظهرت حتى كذا. هذا احكام مسيسه وبكلها احكام مسيسه وبكلها املاءات ونقولوها بكل املاءات وعوائل الشهداء ضد الاحكام هذه وباش نناضلوا من ضد الاحكام هذه.